ووفقا للخطط التي أعلنت عنها السعودية خلال شهر مايو الماضي، تدخل المملكة يوم غد الأحد المرحلة الثالثة والأخيرة لعودة الحياة الطبيعية بمفهومها الجديد والقائم على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. والتفاصيل مع عبد العزيز. نعم هبة، شكرا لك. إذن مشاهدينا، بعد أسابيع من منع التجول الجزئي أو الكامل في أنحاء السعودية، تتيح المرحلة الثالثة من خطة عودة الحياة الطبيعية رفع الإغلاق التام عن معظم المناطق والمدن. وتنص الخطة أيضا إلى عودة الحركة الطبيعية في مناطق المملكة ومدنها إلى فترة ما قبل منع التجول، هذا مع الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية والوقائية وأيضا الحفاظ على التباعد الاجتماعي. أيضا الحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية. وكانت السعودية قد فرضت عددا من المخالفات والإجراءات الاحترازية مع بداية المرحلة الثانية من الخطة، بينها عقوبة بقيمة 1000 ريال لغير الملتزمين بتغطية الأنف والفم أو عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي أو رفض قياس درجة الحرارة، على أن تتضاعف العقوبة في حال التكرار. كما قررت المملكة زيادة الحد الأقصى المسموح به في التجمعات داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو حتى المناسبات الاجتماعية ليصبح 50 شخص فقط. هبة إليك. نعم عبد العزيز. أيضا أعلنت وزارة الداخلية السعودية السماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية بتزامن مع رفع منع التجول بدءا من يوم غد الأحد، وذلك مع الحفاظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والعودة إليك عبد العزيز. نعم هبة، إذن نص بيان الداخلية السعودية على رفع منع التجول بشكل كامل ابتداء من الساعة 6 من صباح يوم غد الأحد، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ورفع منع التجول بشكل كامل من صباح يوم غد الأحد، هذا مع التأكيد على تطبيق جميع البروتوكولات الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم، وألا تتجاوز التجمعات كما ذكرنا 50 شخصا كحد أقصى، فيما تخضع جميع هذه الإجراءات للتقييم والمراجعة الدورية. كما أشارت وزارة الداخلية أيضا إلى استمرار تعليق العمرة والزيارة والرحلات الدولية والدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية. وحثت الوزارة أيضا على ضرورة تحميل تطبيق توكلنا وتباعد لأهميتهما في مواجهة الوباء، وأيضا للحصول على الإرشادات الصحية اللازمة.